احنا النهارده هنتكلم، هنعمل اوفر فيو على الكامو. قبل بس ما نعمل الكلام ده بقى، خلينا نقول انا مين. انا اسمي احمد طارق. انا كنت بحاول ادور على اي صوره تانية مور كاجوال يعني، بس للاسف لقيت دي فشكلي كده. بس انا يعني ما انا راجل عادي قاعد دلوقتي بكلمكم لابس تيشيرت ومش المناظر دي خالص. و أنا خريج هندسة عين شمس 2005 كهرباء، ويعني درست شوية بقى بي ار ام جي في الاي يو سي بروجكت مانجمنت، ودرست ماجستير هندسة في الأكاديمية البحرية، وعملت ام بي اي في سلسكة، واخد شوية كورسات كده في الكامو وفي الكواليتي، حاجات زي مينتنس بروجرام كرييشن، ودي كانت يعني الحاجات العظيمة جدا. كنت حضرته في كندا، مع درست ريلابيليتي، اخدت كورس في طبعا بلاننج يعني، وفي في مصر ترى واحده اسمها مهندسه ايفون يعني، ربنا يديها الصحه، الواحد اتعلم منها كتير. فكده وبحاولت اعمل لينكدين جروب اسمه ايركرافت مينتنس بلانرز، وبحاول يعني كل فتره انزل عليه معلومات يعني لو انا اعرف حاجه. والكيو ار كود ده هو اللي بيودي على الجروب، واظن يعني الجروب ممكن يكون مفيد للناس يعني، لو تحبوا ان انتوا تخشوا وتشاركوا يعني في الجروب يعني. وبس طيب، ايه هو احنا النهارده هنتكلم ايه هو الكامو، وانواع الديفيجنز اللي جوه الكامو، وازاي السكشنز دي بتتعامل مع بعض، وهما بيتعاملوا ازاي مع الاي ام او، وإيه المتوقع يعني من الشغل في الكامو. بص، الكامو هو المخ بتاع الصيانة في أي شركة طيران. طبعا احنا عايزين نتفق إن في شركة طيران وفي شركة صيانة. كان زمان، أو يعني بالنسبة لمصر الطيران، بالنسبة لكيستا بي إس، هو كل واحد وإحنا شركة واحدة. ابتدى يبقى في العالم كله نتيجة إن تكلفة الصيانة كتيرة، وان شركه طيران ان هي تهتم بالصيانه مع اهتمام بالطيران، بيبقى فبقى في شركات طيران كتير بتعمل اوت سورسنج للشغل بتاع الصيانه. ولقوا ان برضو ان فصل الاثنين عن بعض احسن عشان يوفروا جوده. ما يبقاش مثلا النهارده في رحله، هو الراجل بتاع الصيانه المفروض ما يفرقش معاه في رحله ما فيش رحله، هو دي تارجت بتاعه انه يعمل الصيانه صح، او يعمل صيانته يعني، والاير وورثنس ده للمالك بتاع الطياره. فبالتالي الكامو هي شركه طيران مش شركه صيانه. فشركه الطيران دي بغض النظر بقى عن العمليات والكلام ده، هي مشروحه في بارت ام في الاياسا وفي الايكار عندنا في 121. هم شغلتهم ان هم يتاكدوا ان الامو اللي هي الابروفد مينتنس اورجانيزيشن بيعمل الشغل بتاعه صح، و اكوردنج للريجوليشن والطيارات بتاعتي انا ككامو، لان انا الاونر بتاع الطياره، طياراتي اير وورثي. الهيد بتاع الكامو بيبقى اسمه الدايركتور اوف مينتنس، والبروسيدجر والشرح بتاع شغل الكامو بيبقى موجود في حاجه اسمها جي ام ام، جنرال مينتنس مانوال، او ام سي ام. وموضوع حكايه المانوالز اللي هي بتشرح البروسيدجر وبتشرح مين بيشتغل ايه وفين، الموضوع ده بالنسبه كمان للناس الصغيره مهم جدا 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 ان انت تقراه، والله والناس كبيره يعني لينا كلنا، ان انا قاعد انا عايز افهم لما يحصل حاجه مثلا اي دي جديد هنعمل ايه، هنخش نشوف البروسيجر اللي بتتم، الاي دي بيدرس في الانجينيرنج بيطلع منه اي او، البلاننج بياخد الاي او بيعمل كذا، الكلام ده كله بيبقى مشروح جوه الجي ام ام. طياره هتتاجر هنعمل ايه، مين هيدرس العقود، مين مسؤول عن دراسه العقود، مين مسؤول عن الورق، طب ساعتها الموضوع هيمشي ازاي، الكلام ده كله بيبقى موجود جوه الجي ام ام او الام سي ام في مصر، الطيران مينترنس كنترول مانيوال. بالنسبه لشركه الصيانه او الاي ام او، زي الجي ام ام والام سي ام، بيبقى في حاجه اسمها عندهم ام او اي، مينترنس اورجانيزيشن اكسبوزيشن، او كامي، او اللي هو الاكسبوزيشن مانجمنت. وطبعا جوه بقى كل ديفيجن، مثلا في الكامو لما نقول انجينيرنج، لما نقول بلاننج، بيعملوا حاجه اسمها ال بي ام، ودي حاجه من الحاجات اللطيفه جدا الموجوده في مصر للطيران، انا بحاول اعملها عندي لسه يعني، بنحاول نعمل حاجه زي كده اللي هي اللوكال بروسيجر مانجمنت.
اللي هي بقى فيها التفاصيل يعني التفاصيل. انا اي شغلانه بيجي لي الورق بعمل كذا، بيعدي على فلان، بيعدي على فلان، بيعدي على فلان، وفلان بيعمل كذا زي فلوت شارت، بحيث ان اي حد جديد داخل هيقرا اللوكال بروسيجر مانيوال هيعرف، او حد قديم بس انا ناسي انا مش عارف المفروض في الحته دي بنتصرف ازاي او دي مسؤوليه مين بالظبط، اهي في اللوكال بروسيجر مانيوال ده المانيوال بتاعتنا احنا بتاع المكان. ويعني انصح الناس ان لما يعني تبقى حد فيكم موجود في مكان، حتى لو مش شرط يبقى هو الاونر او المدير بتاع المكان، ان هو يعمل اللوكال بروسيجر مانيوال لنفسه حتى او لنفسه وزمايله، هيبقى ده حاجه محترمه جدا 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 يعني. فده الكام، هي الكونتينيوينج ايرورسنس مانجمنت اورجانيزيشن، دي تتكون من بقى مجموعه ديفيجنز غير الامو اللي هي الابروفد مينتنس اورجانيزيشن، اللي هي بقى برضو عشان نبقى خلصنا الجزء بتاع الامو ده اللي هي الصيانه، البرودكشن بلاننج، ممكن المخازن، ممكن في بعض الشركات بيبقى ليها كواليتي كنترول تبع في سيفتي تبع الصيانه وكواليتي كنترول تبع الصيانه ولو ورش تبع الصيانه. لكن احنا النهارده مش جايين نتكلم على الاي ام او، احنا جايين نتكلم على النص التاني بتاع الشركه، المخ بتاع الصيانه بتاع الطيارات اللي بيتاكد ان الطياره تطلع ايرورسي، وبيتاكد ان الريجوليشن، وبيتابع مع الريجوليشن، وبيتابع مع شركات المصنعه اصلا للطياره والسلطات الطيران المدني والكلام ده. فاول واهم واكبر جزء بيبقى موجود في الكامو هو الانجنييرنج. الانجنييرنج ده في الشركات بيسموه بقى التكنيكال سبورت، ممكن يسموه التكنيكال سيرفيسز. بيبقى غالبا متقسم جوه اير فريم، ناس للاير فريم، ناس للانجن، ناس للالكتريكال اند افيونكس. وطبعا في شركات بيبقى هو واحد بس بيعمل كل حاجه، طبعا على حسب سكيل الشركه وعلى حسب هم عايزين يعني ايه بالظبط. ساعات اصلا تبقى الشركه دي عباره عن طياره، واحيانا الطياره دي ممكن تكون برايفت جيت، فانا مش محتاج عدد كبير من الناس يدرسوا ويشوفوا الحاجات دي، او ممكن يكونوا حتى عاملين لها اوت سورسنج بره، بس لازم يكون في حد موجود في الانجنييرنج، لازم يكون في كام، وطالما ان انت هتاخد اي او سي هتاخد ابروفال ان انت تبقى عندك الاي او سي، يبقى لازم يكون عندك حد في الانجنييرنج. وليها بقى الناس بتوع التشريعات بيبقوا عارفين ده انجنييرنج، ده عدد معين من الناس وبيبقوا ليهم ابروفال. ده اللي فدنا فيهم الناس بتوع السلطه يعني. بس فعلى حسب السكيل بقى ممكن تلاقي فريم انجنز، في ناس بتلاقيهم هو الشركه حاطه واحد بس بيعمل كل الكلام ده. شغله الانجنييرنج ايه؟ شغله الانجنييرنج بالمناسبه يعني اغلب بره مصر، او يعني عموما الناس بتوع الانجنييرنج مش شرط يبقوا زي ما انتم عارفين الناس بتوع الصيانه بيبقوا بره، بيبقوا تكنيشنز، مش شرط يبقى معاهم بي اس سي، او في الغالب ما بيبقاش معاهم بي اس سي. الانجنييرنج الاماكن القليله اللي غالبا بيكون معاهم بي اس سي، او بيكون حد فني شاطر جدا ودارس شويه يعني. دي مكان وايت كولرز، ووايت كولرز بس يعني ايه، دول يعتبروا الواجهه بتاعه شركه الطيران في الجزء التكنيكال. فما بيبقاش فيها موجود اي حد يعني، لازم بيبقى مستوى الناس ما يقلش عن مستوى معين. شغلتهم بقى ان هم يشوفوا يدرسوا مع يعني هم بيتواصلوا مع الاو اي امز، الاو اي امز دولت اللي هم الاوريجينال اكويبمنت مانيفاكتشرز، الصناع بتوع الاجزاء. لو في عندك اي حاجه مثلا بريكس عماله بتبوظ، فالراجل بتاع الريلابيلتي هيقول لك ده في عندي بريكس، احنا بنغير بريكس خلال الفتره اللي فاتت بريت عالي، فيقوم هم باعتين بقى الانجنييرنج هو اللي بيكونتاكت الصانع بتاع البريك، هو اللي بيكونتاكت الصانع بتاع العجل، الجنريتورز بتبوظ بريت عالي يكونتاكت ويتابع الابديتس اللي نازله على السايتس بتاعتهم. ده الراجل مثلا على السايت بتاع الجنريتور بيقول ان في عنده مشاكل كتير، وبينصح ان احنا نغير الارميتشر بنوع جديد، فيدرس الناس بتوع الالكتريكال ان احنا نعمل موديفيكيشن ده، او التايب سيرتيفيكت هولدر اللي هو الصانع بتاع الطياره برضه نفس الكلام، بتبدا تخش على السايت بتاعه وتبدا تشوف ايه الجديد عنده وايه الريكومنديشنز اللي بيقولها، ولو في سيرفيس بولتنز هو مطلعها. وبالمناسبه الاكويبمنت نفسها ليه سيرفيس بولتنز، يعني انا ممكن كصانع بتاع اي حاجه يو ال دي ولا اي كومبوننت صغنن في الطياره، ابقى مطلع على السيرفيس بولتن بتاعتي. والانجنييرنج لازم يدرس كل السيرفيس بولتنز دي بتاعت كل بقى الاجزاء اللي على الطياره، والاي ديز
لو انا خلاص انا لازم طبعا ملتزم بالاي دي بتاعي مثلا، يعني احنا بالنسبه للبي اس احنا ملتزمين بالاي ديز بتاعت مصر اكيد اللي هي التشريعات المصري، وملتزمين بالاي ديز بتاعت البلد المصنعه للطياره اللي هي كندا، وبالنسبه للمكن والمراوح لان هم انتاج امريكي فانا ملتزم على الاقل بالنسبه للمكن والمراوح بالاي ديز الامريكي. وطبعا بياخد الاي دي يطلع منه بقى لو قرر ان هو ينفذه بعد ما يعمل الاستادي بتاعته، يبدا يطلع الاي اوز والسيرفيس بولتنز نفس الكلام طبعا بفعل اسمها مانداتري سيرفيس بولتنز، والريكومندد سيرفيس بولتنز بتاعت المحركات دي بتبقى تعتبر مانداتري لان المحركات خطره في اي ريكومنديشن حتى بننفذه، بيشوف ممكن السيرفيس بولتن تانية لا ده مثلا هيحسن درجه حراره الميه اللي خارجه من اللافاتوري، فانا بالنسبه لي الموضوع ده مش مهم فمش هنفذه، او تكلفته عاليه عليا فمش هنفذه. فهو بيدرس يشوف هينفذ ايه ومش هينفذ ايه، وممكن هو بقى يبدا يعمل اي ارز انجينيرنج ريكويست يشوف هو عايز يعمل حاجه معينه دي غير الاي اوز. غالبا يعني بتطلع دي اي ارز دي بتطلع مثلا انا عايز اصمم الدولي اللي هحط عليه المكنه، فده انا هعمله في الورشه عندنا لوكال، فهطلع اي ار للراجل بتاع الورشه عشان يشوف ازاي يصنع لي حاجه زي كده. طبعا يعني في الغالب ما بتبقاش حاجه ريليتد بالطياره قوي يعني، او مش دايركتلي ريليتد بالطياره، عايز انفذ السلالم اللي هزقها على الطياره فانا هطلع اي ار للورشه ان هو يصنع لي السلالم دي. واحيانا بتبقى حاجات ريليتد بالطياره بس ليها كيسز يعني. فده الانجينيرنج ده اكبر واهم جزء في الكامو. نيجي بعد كده على البلاننج، وده الجزء اللي انا شغال فيه، ده بقى المنبه اللي طالع بيجري وراهم طول النهار، هو شغلته ان هو يمونيتور المينتنس بروجرام ويتاكد ان هو بيتنفذ صح، يتاكد ان كل حاجه بتنفذ في ميعادها، بيكريت الورك باكجز يبعتها للصيانه، وهو يحسب اعمار قطع الغيار. يعني انا اشترينا قطعه غيار من بره قبل ما تركب على الطياره كنا نحسب عمرها فاضل فيها قد ايه، لان احيانا اوكي احنا اشترينا قطعه غيار وبسعر حلو جدا بس قطعه الغيار دي ما فيش في عمرها غير 1000 ساعه، او ما فيش في عمرها غير 20 ساعه احيانا، يعني بتبقى كارثه قوميه. اوكي هو السنسور ده مثلا ليه عمر عندي بس في طياره تانيه ملوش عمر، وبالتالي اللي باع لي السنسور يوزد بايعه على الاساس ان هو ملوش عمر، بس انا عندي في طيارتي انا ليه عمر على حسب برنامج الصيانه، فقبل ما يركب بروح للانجنييرنج يا جدعان ده مش هينفع يركب رجع لي قطعه الغيار دي. فهو على طول عمال بيجري وبيحاول يعمل بقى ستاجرنج مثلا بحيث ان انا ما انزلش كل يعني مثلا الطياره جت كل الاسطوانات مثلا بتاعت الفاير عليها كلهم جايين في نفس الوقت كلهم متصنعين مع بعض، فانا لو كده يبقى انا مثلا محتاج لو نفرض عليها 5 اسطوانات انا محتاج 5 اسطوانات لما يجي الديو بتاعها، فلازم لا اعمل ستاجرنج، انا بشتري اسطوانه واحده وقبليها مثلا بسنه ولا حاجه ابدا اركب الاسطوانه اللي في المخزن وانزل واحده اصفرها تتعمل ولما ترجع. وساعات طبعا ما بقاش سفر، ساعات تبقى ريبير فاسيلتي مثلا في القوات الجويه او حاجه، بس لازم تتاكد ان الشغل اللي انت عايز تنفذ، وده بيبقى جزء تاني برضو من شغل البلاننج، ان انت تبقى متاكد فعلا ان الحاجه اللي موجوده في برنامج الصيانه، برنامج الصيانه بيقول لك هيدروستاتيك تيست، اتعمل هيدروستاتيك تيست ما اتعملش مثلا انترنال انسبكشن فتكتشف ان هو ما عملش الشغل اللي انت عايزه يتعمل. الجروبنج بتاع التاسكات ان مثلا احنا كل 3000 سايكل بنفتح تنكات عشان نبص على الاستراكشر عشان نتاكد ان مفيش كروجن، بس في نفس الوقت احنا كل 3 سنين بنفتح التنكات برضو عشان نبص على حاجه تانيه. طب ما يعني لو الاثنين ما جيش مثلا بعد 1000 سايكل افتح التانك، فهو لازم الم التاسكات اللي في نفس المنطقه تتفتح كلها مره واحده. دي دايما بتبقى خناقه بقى مع الناس بتوع الصيانه اللي هو لا احنا مش هنقعد نعمل ده، بالذات طبعا ان احنا صيانتنا ومصر للطيران برضو هي شركه واحده في الاخر يعني. لو قلنا ان في شركه صيانه وفي بتاع، بس هو في الاخر شركه واحده، مش شركه اجنبيه انا رايح وكل ورك اوردر انا هطلب منه يعني شغلانه هي بفلوس، لا هي هو زميلي والراجل شغال برضو وانت كده بتفحت ويقول لك طب ما تسيبها كمان سنه افتح التنكات تاني بس النهارده عشان اخلص، فطبعا بيبقى فيه اخذ ورد يعني.
وكل حاجه انت بتعملها بقى من ان انت تلم المينتنس كله يتعمل مع بعضه، او ان انت تقلل وقوف الطياره، فان انت تحاول تظبط ان الطياره ما تقفش فترات طويله، وفي نفس الوقت ما توقفش وقفات، يعني ما تقفش فترات طويله، والريت على حسب برضو طبيعه تشغيلك. يعني انت لو تشغيلك مثلا بتشتغل الطيارات الصبح وبالليل بتبقى فاضيه، فحاول تظبط صيانتك بحيث ان ما فيش صيانه تاخد اكتر من يوم. لو انت مثلا بتشتغل في الصيف زي في بعض الدول مثلا، بتبقى شركه طيران قايمه على مدن ساحليه، هي بتوصل لمدن ساحليه فهي بتشتغل في الصيف. ففي الشتاء حاول تجمع بقى صياناتك كلها في الشتاء، وقلل الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده في الصيف طالما ما تقفش في الصيف. فده الشغل بتاع البلاننج يعني بسرعه يعني. وبالمناسبه هو طول النهار هو منبه، هو ماشي عمال يقول للناس خلي بالك الحق الصيانه دي، الحق يا انجينيرنج القطعه الغيار دي عماله بتتفك، قبل ما الراجل بتاع الريبيلتي كمان يبعت ويقول الراجل بتاع البلاننج، لان هو ديلي لازم يبص ايه الشغل اتعمل عشان يابديت السيستم، عشان لو في شغل اتعمل وهو كان بعته بالصدفه. يعني مثلا انا عايز اغير جنريتور، والجنريتور ده اتغير امبارح اوريدي، لقيت ان الصيانه مغيره امبارح، فانا هلحق اسحر الكارت اللي انا بعته؟ يا صيانه هات الكارت ده ما تنفذوش، خلاص الجنريتور اتغير. فانا لازم ابقى والحق اقول للانجنييرنج بقى خلوا بالكم، لان الورقه هيجي لي قبل ما يجي لي، خلوا بالكم يا جماعه ده في جنريتور نزل امبارح، لو احنا مثلا عندنا في رصيد واحد بس شوفوا بقى انت ايه مشكلته، واكون انا شفت العيب. فدايما ما فيش حاجه اسمها الاجزاء بتاعت الكامو، ما يعني ده جزر منعزله، لو بقت جزر منعزله الشركه تروح في 60 داهيه اي شركه. فلازم يبقى في تواصل واحترام ما بين الاقسام ولا الادارات وبعض يعني. بالمناسبه ده بيسموه المينتنس بلاننج او الورك بلاننج، وده يختلف عن البرودكشن بلاننج اللي هو موجود في شركه الصيانه. لان البرودكشن بلاننج ده خلاص هو انا بعت له الشغل بيستلمه مني بقى، المفروض البرودكشن بلاننج يبدا يشوف هو ينفذه امتى بالظبط، وانهي ورديه وانهي ورديه، عشان يكون فيها مثلا لو فيها ناس ستراكشر، لا الورديه دي ما فيهاش حد ستراكشر، لا الشغلانه دي محتاجه كذا، فهو اللي بيظبط الماتيريال ويجهز الماتيريال الراجل بتاع الصيانه عشان يبقى الشغل ده. اسمه البرودكشن بلاننج، ده قصه ثانيه، ده تبع الصيانه يعني تبع الامن. يجي بقى الناس بتوع الريلابيلتي، الريلابيلتي دي في شركات بتبقى تحت البلاننج تحت الانجنييرنج، او بيبقى اداره منفصله. الريلابيلتي طبعا في ريلابيلتي قطع غيار، والريلابيلتي للطياره، والريلابيلتي للسيستمز. الخلاصه ان هو بيبدا يكتب ايه الحاجات اللي اتغيرت ان سكيدولد. نفرض ان انت جنريتور مثلا، يبقى ده مثلا 24 30، اتا شابتر 24 سب سيكشن 30 مثلا نفرض يعني، ولا سب سيكشن 21. طيب والنهارده جه جنريتور، فيكتب عنده ان في جنريتور اتغير، وده شابتر 24 داش 21، وبكره في عنده عيب تحتاج ان هو يغير وايرنج تبع شابتر 24 داش 21، ده كده في عنده مرتين، وبعديها بيومين احتاج ان هو يغير جي سي يو عشان برضو كانت الطياره كان فيها مشكله في الجنريتور، فيبقى ده 24 داش 21 برضو تاني. فيبقى احنا في خلال الاسبوع اللي فات ده في 3 مرات 24 داش 21، طبعا على حسب برضو بقى ايه الايكويشنز دي تخش. طب انت عندك طياره واحده، طب ما انت طياره واحده هتبقى خادعه، يعني لو انت بقالك سنه ما غيرتش وقمت مغير مره يبقى انت كده 100%. فهي ليها شويه ايكويشنز، والايكويشنز بتاعتها مش صعبه، هي شبه السيكس سيجما. وليها شويه كده ايه صنعه، بس انت ايه اللي هتدخله جوه تعتبره ان كده اليرت، يعمل لك اليرت ان في عندك مشكله في السيستم ده، وايه اللي ما تعتبروش ان هو مشكله في السيستم ده. لان في حاجات بتبقى طبيعي جدا، مثلا حصل عاصفه رمليه فدي ادت في لحاجه مثلا معينه، فدي ما تحجم في الاكشن من الطياره، ده هي عاصفه رمليه. او مثلا اوكي انت احيانا بيبقى في حاجات انت عرفتها خلاص، انت في مثلا عجل عطل اتغير كتير خلال الفتره اللي فاتت، بس انت تواصلت مع وبعت الانجينير تواصل للصانع بتاع العجل وهو بلغك ان اللوت ده فيه مشكله، فانت كشركه خلاص احنا مش هنتعامل مع اللوت ده هنسحبه من الطيارات، خلاص كده انت كده مش محتاج تعمل حاجه.
ساعات كتير الليبيلتي لا بيشاور على مشاكل وبيقول على الطرق ان احنا نعمل proactive maintenance ويرجع بعد كده يشوف بعد ما طبق هو اللي بيطبقه بيبعت للانجينيرنج، والانجينيرنج بقى يبدا يشوف ايه الاكشن المناسب وبيبعت ان في مشكله هنا. وبيتعمل بالمناسبه اجتماعات ربع سنويه، لازم دي حاجه من ضمن التشريعات بتاع الطيران، الراجل بتاع الريلابيلتي لازم يعرض ويحضر فيها الراجل، حد من الانجينيرنج، حد من البلاننج، حد من السلطه، وحد من العمليات، وحد من السيفتي، وحد من الكواليتي. وبيتعمل ميتنج الناس دي بتيجي تحضر فيه ويجي يعرض المشاكل اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت. ممكن يبقى في حد من يعني العمليات موجود ويقول لهم احنا خلال الفترة اللي فاتت كان في مشاكل بسبب كذا وكذا وكذا وهنعمل كذا، وهو بيقول المشاكل وبيعرض برضه بعض الحلول، او بيقول هو تواصل مع الانجنييرنج والبلاننج ووصلوا لايه يعني. فده الريلابيلتي. المينتنس بروجرام. المينتنس بروجرام هو بيلم المينتنس بلاننج دوكيمنتس اللي هي البرنامج الصيانه بتاع الصانع نفسه، او السي ام امز اللي هي الكومبوننت مينتنس مانيوال، لان يعني ممكن تلاقي جوه المينتنس مانيوال بتاع القطعه نفسها، قطعه الغيار نفسها، زي مثلا يو ال ديز اللي هي بتركب على الاي ال تي، ولا على السي في ار والدي اف دي ار، او مثلا الاي ال تي ليه مانيوال، والمانيوال ده بيجي يقول لك انا عايزك تعمل تيست كل سنه، في حين ان الصانع مثلا قايل لك او مش قايل ان انت تعمله تيست، او قايل لك كل سنتين انت هتمشي في الحاله دي على المور ريستريكتيف. فبيقعد يقارن ويشوف ايه المور ريستريكتيف ويمشي عليه. وطبعا لازم يتابع التشريعات بتاعه الايازا والاف اي وترانسبورت كندا والايكا طبعا اللي هو المصري، او اللوكال اوثوريتي بتاعته وات ايفر هو في بلد ايه يعني. ومثلا لو انت عندك امبرير انت لازم تشوف بتاع البرازيل، انا ناسي اسمه يعني، بس هو برضه طيار مدني مشهور. ويشوف الانجنييرنج ريكومنديشنز والريلابيلتي داتا. يعني انت مثلا عندك بنقول ان في جنريتور بيتعمل له اوفرول كل 1500 ساعه، بس الريلابيلتي داتا بيقول ان الجنريتور ده بينزل كل 1000 ساعه، بينزل اون سكيدولد. يعني انا لازم اعمله كده في الحاله دي، انا كراجل بتاع برنامج صيانه ببص على الداتا بتاعت الريلابيلتي واقول لا ده انا مش هنزله كل 1500 زي ما الصانع بيقول، ولا كل 1000 لان هو بينزل كل 1000 لوحده اون سكيدولد، لا انا هخليه ينزل كل 900، ما مش لازم ينزل من على الجناح بايظ، مش لازم يوقف لي رحله. انا بعمل proactive maintenance، انا ببدا اغير الداتا. وبالمناسبه انت ممكن بقى الراجل بتاع maintenance program ده يغير حاجه، يعمل escalation لبرنامج الصيانه. ليه بقى؟ انا دلوقتي مثلا المكنه بتتعمر كل 8000 ساعه، وده اللي موجود في برنامج الصيانه بتاع الصانع بتاع المكنه، بس انا كل 8000 ساعه ببعت المكنه بيقول لي نو فايندنجز ومفيش اي حاجه ومحتاجش اغير اي قطعه. طب ما احنا كده هسيبها 8000 ساعه كمان، طب ما هو 8000 ساعه كمان دي ممكن يحصل فيهم حاجه في النص، فلا انا هخلي هبدا اتواصل مع سلطه الطيران المدني بتاعتي وسلطه الطيران المدني بتاعت الصانع بتاع المحرك والصانع بتاع المحرك نفسه، واقول له انا المكنه اللي بعديها هنزلها على 10000 او على 9000 لغايه ويشوف في فايندنجز ولا لا. لغايه لما يبدا يلاقي فايندنجز خلاص يقول لك خلاص احنا كده مثلا العمر بتاع المكنه بقى 10000. فانت من حقك ان انت تعمل اسكاليشن لبرنامج الصيانه، بس طبعا ليه بروسيجر معينه من اللوكال اوثوريتي والاوثوريتي بتاعه الصانع بتاع الوحده نفسها، او حتى الصانع بتاع الطياره لو هو التاسك على الطياره يعني. ويبدا بقى ان هو يعدل العمر بيزوده في الغالب، هو في الغالب بنسبه 90% او 99% احنا بنقلل الاعمار وبنبقى مور ريستريكتيف، بس احيانا انت من ممكن تزود العمر. طيب الاوتبوت بتاع المينتنس بروجرام ده اللي في الاخر بعد ما بلم الريلابيلتي داتا وبلم البرنامج الصيانه بتاع الصانع وبلم السي ام ام والداتا بتاعت الاثوريتي والكلام ده كله، بيطلع حاجه اسمها ايه؟ بيطلع حاجه اسمها اي ام بي او سي ام بي او ام بي او ام بي، ابروفد مينتنس بروجرام او ايركرافت مينتنس بروجرام، الاوبريتور مينتنس بروجرام، السي ام بي برضه هو حاجه كاستمايزد مينتنس بروجرام. وبعد كده هو لما بياخد برنامج الصيانه ده بيبعته للسلطه، السلطه المدني اللوكال بتاعتك. الكلام ده طبعا يعني ابليكابل على اي شركه في اي حته في الدنيا،
هيبعت للسلطه بتاعته، والسلطه بتاعته هتعتمد له برنامج الصيانه، يقوم واخده مدير الراجل بتاع البلاننج. الراجل بتاع البلاننج بقى يبدا يشوف ايه التغييرات او ايه اللي هيعمله في برنامج الصيانه، وايه اللي هينزله وايه اللي مش هينزله، ويبدا بقى يتاكد ان الحاجات هتتنفذ صح، مفيش حاجه تبقى اوفر ديو. فده الجزء بتاع برنامج اللي هو المينتنس بروجرام، اللي هي احيانا بتبقى اداره جوه الانجنييرنج او جوه البلاننج، احيانا بتبقى جزء لوحديها هي الناس بتوع المينتنس بروجرام ده. طيب الريكوردز برضو كالعاده يعني، ده احيانا بيبقى جوه البلاننج، في الغالب بيبقى جوه البلاننج، بس احيانا بيبقى جزء من الانجنييرنج. هو ده بقى كل اللي بيمسك كل المينتنس وورك والكومبوننت داتا. يعني انا عندي مثلا في الريكوردز، الريكوردز عندي في بي اس هو جزء من البلاننج، فالريكوردز عندي كل الشهادات بتاعت كل قطعه لغايه الرابع درجة، ولازم يبقى عندي كده. سواء بقى نرجع بقى للسلطه، ده ينفع بسوفت كوبي ولا هارد كوبي، بس لازم تبقى عندك الداتا بتاعت كل قطعه غيار، وتبقى الداتا بتاعتها ابروفد، وتتاكد ان مفيش حاجه مثلا معديه عمر معين، ما تخلصتش من قطع غيار، وليها بقى تشريعات معينه، ان مثلا قطع الغيار حتى لو قطعه الغيار دي بعتها ولا قطعه الغيار خلاص انت عملت لها سكراب، لازم تفضل محتفظ بالداتا بتاعتها لمده سنتين، الشهادات بتاعتها لمده سنتين حتى بعد ما تحصل لها سكراب. والريكوردز ده بقى ده المخ، الذاكره بتاعه المخ. فانت من غير لو الداتا، لو الريكوردز ده، يعني ناس كتير بتقول لك ده الارشيف، ماشي هو الارشيف وكل حاجه، والناس دي مش عباقره ولا اي حاجه، بس الناس دي لو مش منظمه شغلها صح، يعني لف ورا نفسك بقى من هنا للسنه اللي بعد الجايه. يعني دلوقتي كان لسه واحد زميلنا، يعني كان في عندنا مشكله في باب كده في طياره، فهو عايز يشوف السبرينج اتغيرت اخر مره امتى. فيعني الحمد لله رب العالمين وداني كده فترات، قال لي هو غالبا اتغير في 2009 2010، فالحمد لله دخلنا جبت له الداتا، قلت له هتغير في اليوم الفلاني، وبالمناسبه انت اللي كنت بتغيره. لو ما كانش كده كان بقى هو ما عندوش، ما يعرفش، ما نعرفش احنا الحاجات دي اتغيرت امتى، ولا حد فاهم ولا هو كده عمل، هو عمال بيشتغل وهو عمل. فالريكوردز يعني جزء مهم جدا. بالمناسبة بقى قبل ما نكمل في اللي بعد كده، الناس بتوع الكامو مش شرط يكونوا مهندسين، ومش شرط يكونوا فنيين، يعني مثلا شغالين في الريكوردز، وبعض الناس اللي شغالة في البلاننج ما بيبقوش أصلا خارجين أي حاجة ريليتد بالطيران ولا أي حاجة ريليتد بالهندسة. يعني مش شرط، ممكن تبقى ناس بهاي سكول بره وشغالين الشغلانة دي وتعلموها وخلاص، أو يعني في الغالب يعني ما بقاش في دراسة في أغلب الدول، ما بقاش في دراسة خاصة قوي بالحتة دي يعني. طيب من ضمن الحاجات اللي موجودة تاني هي الاي ال اس اللي موجودة جوه الكامو يعني، ودي غير المخازن، لأن المخازن المفروض إن هي جزء من الامو، جزء من المينتنس اورجانيزيشن، لكن الاي ال اس اللي هي الانتجريتد لوجيستيك سبورت، او يعني من الاخر مشتريات، ولا سموها بقى زي ما تسمى، دي بتبقى جزء من الكامو. طبعا في شركات ما عندهاش اصلا، يعني انا عندي طياره وما عنديش، ما بشتريش حاجه، انا بعمل اوت سورسنج للكلام ده، شركه الصيانه ببعت لها الطياره وهي تبقى تغير قطع الغيار دي، انا ماليش دعوه. لما تكون الشركه السكيل بتاعها صغير، لكن شركه السكيل بتاعها كبير، وخاصه لما تبقى زي مصر للطيران وزي بي اس، الشركات اللي هي بيبقى الكامو والام او يعتبروا في انتيتي واحده، يعني في الغالب بيبقى عندهم اي ال اس موجود، وموجود تحت الكامو. والناس دي بتبقى شغلتها ان هي تشتري. انا مثلا كبلاننج بقول ان خلال السنه الجايه انا محتاج عدد كذا 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 من الوحدات الفلانيه دي، عشان هتتغير على الطيارات، هيحصل ديسكارد للوحدات دي، هتترمي. فببعت للانجنييرنج، والانجنييرنج بيبعت للاي ال اس، انا دايركتلي ببعت للاي ال اس، فالاي ال اس بيروح يبدا يدور لي، يجيب عروض اسعار، ويعرض على، في الغالب بيعرض على الانجنييرنج، يا انجنييرنج دلوقتي البلاننج طالب كذا 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 كذا، وانا جايب لك اهو عروض اسعار من المكان الفلاني وفلاني وفلاني. يبدا ساعتها الانجنييرنج يدرس، يشوف بقى الحاجات دي هتيجي امتى،
وكل حاجه اوكي، هدي مثلا بيديك حاجه ب 1000 دولار، بس هتيجي بعد 6 شهور، هتيجي بعد سنه، فده لسه هيصنعها لك، لكن في مكان تاني ب 1500 دولار وهيجيبها لي بكره. فطبعا، وطبعا انت عندك، ومن ضمن الناس اللي جوه الاي ال اس دي، الناس اللي بتخلص لك الورق بتاع كل قطعه تجار في الجمارك. والناس بتوع الاي ال اس برضه عندهم مشترياتهم المحليه، احيانا بعض الحاجات زي المشاحن مثلا بنزل اشتريها من السوق المحلي، فهم دول بتوع الاي ال اس اللي بينزلوا يشتروا الحاجه المفروض يعني. وعندهم بلاننج، لان مثلا يحافظ على المينيمم ستوك عنده في المخزن. في حاجات انا مش محتاج اقول له ان مثلا الشحم بتاع اللاندنج جير ان احنا محتاجين نشتري، هو لازم اول ما يوصل، ان او الزيت مثلا بتاع المحرك اول ما يوصل مثلا لعدد معين هو بيبقى حاطه في المخزن، في دماغه لازم يملى، يوصل ل 10% مثلا من الكميه الماكسيمم اللي عنده، يقوم مكمل ماكسيمم او على حسب البوليسي اللي موجوده. فدي مش محتاج اقول له اشتري لي زيت محرك، هو على طول لازم الاقي زيت محرك. فهو دي عنده بلاننج، بيبدأ يشوف الحاجات اللي لازم كل شويه يكملها من غير ما انا اقول له، ويتابع كومبوننت ريبير بره، هو اللي يبعت وهو اللي يتاكد، ان يتواصل بقى مع ريبير فاسيليتي بره، مش بيتواصل تكنيكال، هو بيتواصل فلوس ويتواصل وقت. اللي بيتواصل تكنيكال معاهم الانجنييرنج، لكن اللي بيتواصل فلوس وقت هم دول. اللي بيتابع الورنتي، ما هو الانجنييرنج بيتابع دلوقتي قطعه غيار جت متصلحه من بره وجت ركبت عندي على الطياره وبايظه اصلا، فاقوم مرجعها تاني. المفروض الانجنييرنج والاي ال اس يروحوا يكليموا الورنتي. مين اللي المفروض يكليم الورنتي في الحاله دي؟ الاي ال اس بس. برضه يعني للامانه برضه، لان الناس دي ما بيبقاش عندها تكنيكال باك جراوند، فاللي بيبقى اكتر انفولفد في الحاجات اللي زي دي بيبقوا الناس بتوع الانجنييرنج. وطبعا الاي ال اس بيشتغل كلوزلي مع الانجينير، بيبقوا اقرب جدا يعني. كواليتي بقى متقسم يعني على حسب بقى كل شركه، يعني في شركات بقى عندها كواليتي اشورنس بس، شركات عندها كواليتي اشورنس كواليتي كنترول، شركات عندها كواليتي اشورنس كواليتي كنترول وانسبكشن، وساعات بيبقى الانسبكشن جزء من كواليتي كنترول. المهم يعني ان الكواليتي اشورنس مينلي يعني الناس دي بتتابع ورق، كواليتي كنترول بياخدوا سامبلز وبيبقوا ايديهم شويه في الشغل، والانسبكشن اللي هو مينلي واحد واقف على دماغهم في كل شغلانه. ف يعني واحنا عندنا في التشريعات بتاعتنا المصري في حاجه اسمها انسبكشن، في حاجه اسمها الشيف انسبكتور، في حاجه اسمها انسبكتور. فده موجود في، مش موجود في بره بنفس الصوره، يعني في الايازا مثلا مفيش حاجه اسمها انسبكتور انت معينه في الشركه، ده بيبقى حد من الايازا بيجي يبص على شويه حاجات، او يعني بيبقى عندهم حاجه اسمها الكواليتي، والكواليتي ده بيتواصل مع السلطه بشكل مختلف تماما عن اللي بيحصل عندنا في مصر. احنا عندنا في مصر لا، المفروض ان الشيف انسبكتور ده هو المعني بالاتصال بالسلطه في كل حاجه، وهو يعتبر عين السلطه جوه كل شركه طيران، ويعني وهو المفروض ان يبقى كل شغلانه بتعدي عليه بشكل او باخر يعني. طبعا الوضع ده مش هو اللي موجود في الدنيا بره، وفكر قديم شويه، بس هو ده اللي موجود عندنا، ولازم يعني we have to follow يعني. والكواليتي هم بيتواصلوا بقى مع الجهات اللي مثلا لو احنا هنعتمد كشركه ايزو مثلا، فاللي هتواصل مع الايزو وهيبدا يشوف احنا اللي يعمل جاب اناليسز، شوف احنا فين، وعشان نبقى مثلا معتمدين ايزو محتاجين نبقى فين، وازاي احنا كشركه هنمشي من هنا لهنا. الكواليتي وغالبا دي كواليتي اشورنس طبعا. اللي بيمسك ايه تاني، اللي بيتواصل طبعا مع السلطه، هم برضو نفس الكلام، ولازم يكون في تواصل دايركت ما بين مدير الكواليتي، وحتى لو حتى الشيف انسبكتور، حتى لو الشيف انسبكتور تحت مدير الكواليتي، من ضمن التشريعات بتاع الطيران في مصر ان الشيف انسبكتور يبقى ليه دايركت كونتاكت برئيس مجلس الاداره تشيرمان او الاكونتبل مانجر زي ما يكون يعني. وطبعا دولت ما المفروض ان الكواليتي ولا الانسبكشن ولا الكواليتي كنترول ما ينفعش ان هم يشتغلوا صيانه، يعني مش صح ان هم يشتغلوا صيانه، الناس دي شغلتها ان هي تراقب على شغل الصيانه. وشغلتها ان هي تتاكد ان كل حاجه ماشيه صح،
وهم اللي بيخترعوا او هم اللي بيكتبوا المانيوالز. يعني انت لما بتروح مثلا، بقول لك في الاول خالص كنا بنقول ان في حاجه اسمها جي ام ام، في حاجه اسمها ام او اي، او في حاجه اسمها ام سي ام، اللي بيكتبها هو الكواليتي ديبارتمنت، وبعد كده بيبعتها لسلطه مدني تعتمدها، وده موجود في كل حته في الدنيا. يعني الكواليتي هو اللي بيكتب المانيوالز اللي احنا بنمشي عليها، طبعا بالاتفاق طبعا جوه الشركه يعني، بس هو في الاخر هو اللي بيكتبها وبيبعتها تعتمد، هو اللي بيتواصل مع السلطه لغايه ما يتم اعتماد المانيوالز دي. بالمناسبه اللوكال بروسيجر مانيوال دي مش لازم تعتمد، لان يعني انا مش لازم اقول دي حاجه بتبقى جوايا يعني جوه المكان، وعشان كده انا بشجع الناس جدا لما كل واحد يخش يكتب اللي هو بيعمله فعلا. طيب في حاجه بقى عندنا اسمها السيفتي، برضو السيفتي ده ممكن يبقى جوه الام او، ممكن يبقى جوه الكامو، يعني غالبا في واحد جوه الكامو وفي سيفتي تاني تبع الام او، بس السيفتي اللي جوه الكامو بيبقى فيه بقى حاجه اسمها سيفتي مانجمنت سيستم، وشغلته ان هو يعمل ريسك مانجمنت ايدنتيفيكيشن وانفستيجيت في كل الحوادث والانسيدنتس اللي بتحصل، وبيبقى فاتح حاجه اسمها ريبورتنج فولنتري ريبورتنج سيستم، ان كل واحد يبقى ليه سلطه، ليه قدره ان هو يبلغ على اي مشكله تخص السيفتي في الشركه. والشركات بتعمل حتى طرق، يعني احنا عندنا في شركتنا حاجه اسمها اي كيو دي، ده بيبقى بيمنع ان حد يعرف مين اللي بلغ، يعني المفروض يعني ما حدش يعرف مين اللي بلغ، ودي من اوائل الحاجات اللي اي حد بيجي يفتش يجي يمسك الناس بتوع السيفتي، وريني انت لما بيحصل عندك في كام واحد بلغ على مشكله، ولما بلغ على مشكله انتوا عملتوا ايه، ولما لقيتوا مشكله في اي حته حصل انسيدنت عندك انت ايه الروت كوز، وعملتوا ايه عشان المشكله دي ما تتكررش تاني، او يعني مش هم اللي بيعملوا بس هم بيبعتوا ويشوفوا الادارات التانيه هتعمل ايه. مثلا حصل مشكله ان الباب مرضاش يلم مثلا، مش بلاش، او اللاندنج جير مرضاش يلم او مرضاش يتفتح، فاوكي دي حصلت، طيب انت كسيفتي درست الموضوع، اه تمام، طيب وعملت ايه؟ بعتنا للانجنييرنج وعملنا لجنه ودرسنا الموضوع وغيروا ولقوا ان في موديفيكيشن المفروض يتعمل على اللاندنج جير، وعملناه على كل الطيارات كده، تمام. وطبعا لازم بقى كل ريسك وكل فتره يدرسوا الريسكس اللي بتتعرض لها الشركه، ويعملوا بقى ايدنتيفيكيشن للريسكس، ويبداوا يشوف بيدوا درجات للريسك والحاجات اللي بتخش في ريد زون دي لازم يتم التعامل معاها. يعني كل شويه نقعد نخترع، ودي يعني دي حاجه عشان الواحد اخد درس شويه ريسك يعني، ف في الاي يو سي، فكان دايما يمسك لك انت طول ما انت، يعني مش طول ما انت قاعد بس، هم بيبقى ليهم طرق معينه كل فتره يمسكوا ايه الريسكس اللي الشركه بتتعرض ليها. يعني مثلا في موقع معين ما فيش هانجر، فالطيارات دي بتتساب في الشمس، فده ممكن ياثر على السيفتي ولا لا، كذا. يبدا بقى يقعد يشوف ايه الحاجات اللي ممكن تاثر، وكل حاجه فيها بيدي لها درجات، وفي الاخر الحاجات اللي بتوصل للريد زون لازم ياخد فيها اكشنز، والكلام ده بيتم التفتيش عليه لما بيجي اي اوديتور بيبقى من بره. بالمناسبه اي اوديتور بيجي من بره، سواء من سلطه طيران مصري او سلطه طيران اجنبيه او كاستمر، يعني احنا كشركه بنتعامل مع شركات بترول، بيجي عليا اوديت من شركات البترول نفسها يتاكد ان الموظفين بتوعهم بيوصلوا سلام، اللي بيقابلهم واللي بينسق الموضوع من اول لغايه اخره كواليتي. الكواليتي. طيب في حاجات تانية بقى، مثلا بتبقى التكنيكال فولو اب، ده بقى يعني بسمع ان في اماكن كده حاجه اسمها الاوبريشنز، ده بينسق التشغيل بتاع الطيارات ما بين الكامو وما بين الصيانه. السكيدولينج ده في الغالب بيبقى تحت البلاننج، ان احنا ننزل الرحلات على انهي طيارات بالظبط، لان انا الطيارات دي عندي، انا باخد الرحلات من الاوبريتور، من العمليات او من التجاري الكوميرشال، وهو عايز مثلا طياره 220 يوم بكره هتعمل كام رحله مثلا، وانا عندي طيارتين، في طياره فيهم انا اقدر ان انا ادمج الرحلات، والطياره الثانيه يقعد عشان يتعمل على الصيانه. اللي بيقعد يدمج الحاجات دي وينسق هو الراجل بتاع السكيدرينج، وغالبا ده بيبقى جزء من البلاننج.
في حاجه بقى اسمها تكنيكال لايبرري، طبعا دي ابتدت تختفي يعني نوعا ما، لان خلاص هو كله بقى يعني، كان زمان في مكتبه كتب يعني، الاي ام ام ده عباره عن كتب بتطبع كده وتتحط كلها ورا بعض، والوايرنج دايجرام مانيوال والكلام ده طبعا بيختفي شويه بشويه، بتبقى اللايبرري عباره عن مجموعه سيديهات بس. زمان كان ممكن يبقى في ديفيجن كامل للتكنيكال لايبرري اللي جوه الكامو او اللي جوه الاي ام او، وممكن تلاقي اقسام تانية. بس احنا كده اتكلمنا على يعني الحاجات العريضة يعني. طيب في بعض التاسكات بقى ممكن تختلف بقى ما بين شركة والتانية، يعني مثلا التاسك كارد كاستمايزيشن او الجوب كارد كاستمايزيشن، ان انا لازم كل تاسك مثلا، احنا عندنا في مصر ان كل تاسك لازم يبقى محطوط عليه اللوجو بتاع الشركة، ولازم يبقى مكتوب فيه شوية حاجات معينة دي بالتشريعات، ممكن الصانع نفسه ما يبقاش حاططها على التاسك كارد او على الجوب كارد. فمين اللي بيعمل كاستمايزيشن؟ في بعض الشركات البلاننج، في بعض شركات الانجنييرنج، احنا في بي اس بيعمل القصه دي الانجنييرنج. الماتيريال بلاننج غير الماتيريال بلاننج اللي هي اللي جوه الاي ال اس نفسه، ان هو بس غالبا الماتيريال بلاننج احنا ما بنتكلمش على الروتابلز، على قطع الغيار، نتكلم على ان مثلا احنا هنحتاج كام باكينج السنه الجايه من الباكينج اللي بيركب في البي سي يو، ولا من ام اف سي، ولا كام بقى نجيب، ب 20 ولا 10 ولا 5 ولا كام. فغالبا وان انت تجهز قبل الشغلانات، تتاكد ان الحاجات تتواصل مع الاي ال اس ان هم يشتروا الباكينجز دي، عشان انا عارف ان في سي تشيك، والسي تشيك ده انا محتاج افك فيه الكومبوننت الفلاني، والكومبوننت ده فيه منه الباكينج ده. فغالبا اللي بيعمل كوست ماتيريال بلاننج دي في اغلب الشركات بيبقى بلاننج، بس احنا عندنا مثلا في بي اس لا، الماتيريال بلاننج ده بيبقى جزء من الانجينير. طبعا لو الشركه صغيره خالص ممكن تبقى يعني، لو اصغر من كده شويه ممكن تبقى الاي ال اس هو اللي بيعمل القصه دي يعني. بس وكده يعني احنا قلنا الكلام العام يعني عن الكامو، ولو في حد عنده اي اسئله طبعا يعني يتفضل. طب الأول قبل الأسئلة يعني بجد أحمد شكرا جزيلا، ربنا يبارك لك والله، أنا نفسي استفدت حاجات كتير يعني فعلا زي الفل والله تسلم. ربنا يخليك. المفروض إن إحنا المجموعة اللي معانا هم صحيح مهندسين جداد، بس الحقيقة في منهم اللي عاملين شغل كويس جدا يعني، إن شاء الله هتيجي فرصة يعني إن شاء الله تقابلهم يعني فيس تو فيس بإذن الله. المفروض ان الناس كانت ايه بدات كده برضو تقرا، فاحنا بقى الناس الدنيا مفتوحه، مهندس احمد يعني اخوكو بجد يعني الدنيا معانا سهله خالص، تشرفت كل يعني اللي عنده ربنا يبارك، فكل اللي عنده بقى اي سؤال او اي نقطه عايز يستوضحها سواء في المحاضره او في الحاجات اللي قرناها قبل كده يعني يتفضل. لو أعرف مش هتأخر أكيد. أي حد يخبط أي سؤال تمام. يحرجني كده. طبعا مبدئيا حابب أشكر حضرتك على السيشن الجميلة دي. يا باشا الشرف لي. عندي سؤال بس بخصوص، ربنا يخلي حضرتك. دلوقتي الكامو المفروض إن هي تهتم جدا بالمونيتورنج للطيارة وعدد السايكلز لكل بارت في الطيارة وكده، بس تمام. في مشكلة شائعة جدا، وهي إن مش كل الناس يعني بتسجل مثلا إن في حاجة نزلت أو من الطيارة أو عدد السايكلز مثلا على الطيارة ده. فلو حاجة زي كده مثلا حصلت، إزاي الكامو بتقدر تكمل وتستيميت الفترة الجاية أو المرة الجاية اللي هتشيل فيها بارت معين؟ طيب بص، انا هقول لك اللي احنا بنعمله، وهقول لك انا فهمت منك ايه اللي احنا بنعمله. انا كل يوم اصلا بيجي لي التكنيكال لوج من الصيانه، وفي واحد بيدخله كده عندنا على سيستم، السيستم ده عباره عن اكسل بالمناسبه يعني، الاكسل ده مهما عملوا في سيستمز وفي حاجات، الاكسل عينين الراجل بتاع الكامو بس. فالمهم بندخل الساعات، الطياره عملت لاندنج امتى امبارح، وتيك اوف امتى، ونبدا نجمع ونحط على اللي فات، وتعرف كده اللي فات. الداتا دي بتبدا تروح لحد تاني بتاع الكارتكس، على الهيستوريكال كارد بتاع كل قطعه غيار، فهو بيقرا التكنيكال لوج، ويبدا يشوف الطياره دي الساعات بتاعتها كانت كذا. احنا بنجمع الساعات عشان نتاكد ان الساعات اللي موجوده في التكنيكال لوج هي سليمه اصلا، ويبدا يحسب الكومبوننت ده نزل اوكي، هو كان اخر مره مكتوب عنده ركب امتى كذا، فيكتب اه ده بقى له 400 ساعه. فده اللي بيتم عندي، ومفيش حاجه
اسمها قطعة غيار، بس احيانا بقى بيحصل حاجة غريبة، ان انا الاقي قطعة غيار نزلت هي لسبب ما كانش مكتوب في حتة ان هي ركبت، او كان مكتوب في طيارة تانية، ففي حد عمل سوابينج في فترة ما في التاريخ وما اتكتبش. فدي بقى بتبقى طبعا قصة، بنحاول نستيميت امتى، طب الطيارتين كانوا امتى موجودين مع بعض، طب ايه الطياره اللي كان عليها عيب ريليتد بالموضوع ده، ارجع للناس بتوع الريلابيلتي لانهم بيكتبوا العيوب اللي مكتوبه على الطيارات بيجمعها، فايه امتى كان موجود على الطياره عيب، فممكن يبقى حد اشتغل في السيستم ده، ونقعد نحصر الموضوع لغايه ما نوصل مين الجثه اذا عرفنا، يعني نوصل لمين الجثه اللي ممكن تكون غيرت حاجه زي كده. او احيانا بتبدا تغير حاجات بريكوشنالي، يعني انا لو الحاجه دي عندي بتتعمل في الورش عندي في بي اس وانا شايف الموضوع ملخبط جدا، بقوم رافع، ودي حصل لسه حصل عندي قريب، بقوم رافع ايدي يا جماعه انا الداتا اللي عندي انا مش واثق فيها، احنا ندخل الحاجات تتعمل لها عمره كلها في الورش. طبعا ده لو الحاجات دي ملهاش، يعني لو برضو في حسبات، يعني كذا حسبه بتبقى في دماغك، يعني مثلا اللي انا بتكلم عليه دي عباره عن تيوب، التيوب دي مفيش ماتيريال في تغييرها في عمرتها، يعني هو مجرد بياخد شويه قياسات بس، هي ايه دي؟ فانا لا يا معلم مدخلها الورشه ومفيش مشاكل، يعني هنغير بس الباكينج اللي هي بتركب فيه، بس انا كده اطمنت ورصيت الداتا بتاعتها، لان انا مش متاكد ان الحسبه عندي صح. فدي في بعض الحاجات، وفي حاجات تانية لا احنا بنقعد بقى كلنا كده ونقعد نشوف هنعمل ايه، ساعات بتضطر فعلا تنزل حاجات اقل من عمرها لان انا مش متاكد الداتا اللي عندي صح ولا غلط، يعني لان انت في الاخر مسؤول عن الايرورسنس، ولازم لما يجي عليك، وده بيحصل ساعات بالذات الاوديتورز لما بيتعمل عليك اوديتورز من ناس اجانب، يعني انا بيجي كل سنه عليا اوديت من شركه ايني بينفخنا، يعني مش بينفخنا حاجه وحشه، انا مش متضايق انا ما عنديش مشاكل، بس ممكن يمسك لي يقول لي وريني انت حسبت قطعه الغيار دي ازاي، فانا لو مش عارف انا هيبقى منظري زي الزفت، ويعني وهتبقى فضيحه، يعني فضيحه عالميه يعني. فانا لا طبعا انا انزل حاجتي من بدري، والحمد لله احنا بقى لنا سنين ما فيش ملاحظ بتتكتب علينا من ايني، واي حاجه بيبقى عندي رد ليها يعني، وعندي انا عارف انا عامل ده ليه. لما بتتزنق في حاجه زي كده احيانا كتير بتضطر تنزل قطعه الغيار، طبعا ده لو الرقم بعيد، يعني انت مثلا هي بتنزل كل 10,000 وانت مش عارف عمرها، مثلا انت شاكك هو 8,000 ولا 9,000، اوكي في كل الاحوال احسبها 9,000 كده كده هتسيبها 1,000 زياده وابقى نزلها، يعني برضه ديبندس، انت كل حاجه لازم نقعد نحسبها مع بعض، وبنقعد نتكلم مع الراجل الاساين بتاع الانجنييرنج ونقعد نفكر هنعمل ايه، وهل مثلا دي ايه دي، يعني دي كريتيكال تاسك ولا دي مش كريتيكال تاسك، وموضوع كريتيكال تاسك ده لما تخلصوا يعني اسئله ممكن احكي لكم فيه شويه يعني، وبس يا رب اكون جاوبتك يعني لو كنت عارف اجاوبك يعني. تمام، هو ده السؤال وفي يعني، دي الإجابة جزء بالظبط. بقى كمان محمد، يعني طبعا مهندس احمد والله جاب يعني فعلا معلومات هايله، يعني معلومات من الكور، مش اللي مكتوب، ده معلومات من التنفيذ يعني. بس طبعا هو طول الوقت انت عندك، يعني عندك تو اكستريمز، يعني ان انت محتاج تحافظ على السيفتي وفي نفس الوقت محتاج تحافظ على الفلوس، يعني احنا برضو من غير فلوس مش فاتحينها مؤسسة خيرية. انت مش الهدف، هو انت لو بتدور على سيفتي الطيارات ما تطيرش، تقعد على الارض ويبقى الدنيا تمام. فكل قرار من دول فيه تكاليف كبيره ضخمه، يعني كل الطيران كل حاجه فيه غاليه، غاليه جدا كمان. فزي ما مهندس احمد كده قال، مثلا هو قدر ان التكلفه هتكون اقل، وفي نفس الوقت ده بي اس مع بي اس، فالدنيا في بيتها. لكن الحاجات دي لو هتتباعت حته فانت بتتكلم في ارقام ضخمه يعني، فطبعا انت طول الوقت بتبقى بين الاثنين دول يعني. الحته المهمه جدا برضو اللي المهندس احمد قالها، موضوع ان علاقه الاقسام ببعضها، يعني من المشاكل الكبيره جدا 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 ان يكون كل واحد شغال بدماغه، يعني مثلا يعني الصيانه شايفه ان الناس ايه، احنا نشتغل وخلاص، احنا اهم حاجه اللي احنا بنعمله، واحنا اللي تعبانين، واحنا اللي ظروف التشغيل، وبيحصل الحقيقه يعني ان ساعات بتبقى الدنيا عطل وفي ركاب والدنيا بتاع، فالدنيا بتكون صعبه جدا يعني. فالناس بتشتغل وخلاص، الورق ده مش مشكله بقى، اكتب اي حاجه وبتاع، هو مش متخيل ان الكلام ده هيقندل الدنيا ازاي، يعني هو مش متخيل الدنيا بعد كده بتبقى الدنيا عكه ازاي. نفس الكلام لو البلاننج مثلا مش مراعي زي ما مهندس احمد قال كده، يعني ان انا حاجه اتعملت النهارده ونرجع نعملها بكره عشان كشف، يعني عشان تاسك تاني، بس هي نفس الحاجه كويس، فانت بتهلك الناس، وده بيحصل يعني في شركه ما بدون اسامي، يعني
نزله مكنه مثلا بتاع 3 مرات في الاسبوع، كويس؟ ودي حاجه جنان بقى، انت بتموت الناس يعني، تمام؟ فاصلا ما تموت بالظبط، الناس ده مش سيفتي لا على الناس ولا على الشغل يعني، بتبقى الدنيا طبعا صعبه جدا. وفلوس وفلوس فلوس ما ضخمه يكونش يعني، فلوس حقيقي وقلب، ممكن. حاجه بالظبط، حاجه وممكن مأساوية جدا. فطبعا ان يكون ان اللينك قوي والناس شايفه بعضها، وان البلاننج مندمج مع الصيانه، فدريان الناس امكانياتها ايه وتقدر تعمل ايه وبتاع. وناخد يعني طبعا، خلينا نتكلم بواقعيه يعني، وانت لو حملت قوي على الناس هتلوش، هتقول عملت وهي ما عملتش او بتاع، ودي طبعا حاجه يعني حاجه كارثه، بس بتحصل، هتحصل. ما انت الناس هتعمل ايه؟ والعكس تمام يعني، من ضمن برضو الحاجات اللي كانت موجوده مثلا، اللي هو زي ما مهندس احمد قال كده، كويس؟ انت في قطعه غيار، انت مش عارف انت طياره، خصوصا لو مثلا عندك 6 7 طيارات، و6 7 طيارات دي مش حاجه كتيره يعني المفروض، تمام؟ انت عمال تدور بقى، شوف البارت نمبر ده فين، ونقعد ندور بقى. فيقوم بقى البلاننج لما يقرف خالص، يقوم منزل لك بقى تاسك ان ايه، اكتب لي بقى كل اللي موجود على كل الطيارات. فطبعا بالظبط. ده حاجه بنت لذينه يعني، حاجه انت بترخم على الصيانه، بتطلع ايماناتهم يعني، تمام؟ فكون انا مش عارف اعمل لهم ايه. ما هو انا خلاص، انا هعمل ايه؟ خلاص انا والله ايه، انا دلوقتي انا مش عارف الاقي مين فين، كويس؟ فانا منزل تاسك ان نلف على كل الطيارات مثلا، كان في لايف فيست كده، كان الناس بتكره حياتها. ده انا على طول هكات اللايف بس في ملف طول النهار. فتنزل تروح بقى تلف، وتقعد تنزل تحت الكراسي وتشوف ده مين وده ما اعرفش فين، وليستا كده وتكتب بالايد وبتاع. فكون ان العلاقه بين الاقسام دي تكون قويه، وكل واحد يعني في دماغه القسم التاني بيحاول يسهل عليه حياته، ده بيريح الكل وبيخلي الدنيا كويسه، والا الدنيا هتبقى سواد على الكل فعلا يعني. سواد على الكل والسيفتي. وبعدين احنا هدفنا في الاخر، احنا هدفنا نجيب فلوس، وهدفنا طيارات كتير، هدفنا ان احنا ما نعملش مشاكل بقى، والدنيا تبقى ماشيه على قد ما نقدر بشكل لطيف من غير مشاكل. وهدفنا ان احنا الشركه دي تجيب فلوس، ما هي لو ما جابتش فلوس احنا مش هنقدر يعني. ما هو بالظبط لازم تجيب فلوس وتكسب، وتكسب حلو كمان، الناس كلها تتبسط. بالظبط في حته بس كده كمان، حته الكريتيكال تاسكس دي جزء كده دايما بيبقى موجود في المينتنس بروجرام. يعني هي بتبقى غالبا اللي هي بتقلل الكريتيكال تاسكس على الكروت بتاعه الاستراكشر والاي ديز والمانداتوري سيرفيس بولتنز والسي ام ار والسي سي ام ار، اللي هي كروت تعتبر ما لهاش اكستنشن، او لو ليها اكستنشن بيبقى غالبا عن طريق السلطه، او يعني ليه حوار. فدي يقول لك دي اسمها كريتيكال تاسكس. ودايما لما بيجي اي اوديت، يعني حتى الاوديت المصري الغريب بتاعنا ده بتاع السلطه اللي هو على قدهم خالص، يقول لك قول لي بقى انت عملت ايه في الكريتيكال تاسكس اللي عندك يعني. فالكريتيكال تاسكس دي يعني انا دايما بيبقى ليا رد، يعني والله انا ما عنديش حاجه اسمها كريتيكال تاسك، انا كريتيكال تاسك ولا مش كريتيكال كله بيتبع زي بعض، ومفيش حاجه اسمها اصل ده اي دي اوكي ماشي مش هيعدي، والكارت التاني اصله مش اي دي فهنسيبه يعدي. مفيش حاجه اسمها كارت يعدي، يعني this is not an option. ده يحصل زي ما كارت يعدي اي دي، زي ما كارت يعدي بيقول لي شحم لي اي حاجه، نظف لي التواليت، كله بنفس الاهميه. احنا بنعمل صيانه للطيارات، فالطياره عشان تبقى اير وورثي كل شغل الصيانه اللي موجود، الناس دي مش حاطه رخامه يعني، كل شغل الصيانه اللي موجود لازم يتعمل في ميعاد ويتعمل صح، وتبقى انت كنترولنج الموضوع، مش انت فات. اصل الكارت ده عدى مننا، عدى مننا يعني ايه عدى مننا؟ مفيش حاجه اسمها عدى مننا، سواء كلمه عدى مننا دي من الصيانه، ولا اتقال عدى مننا دي من البلاننج. كلنا قاعدين، كلنا بنحاول ان احنا ان شاء الله يعني مفيش حاجه تعدي، ما ينفعش حاجه تعدي، وظهرنا في ظهر بعض، بحيث ان لان لو حاجه عدت واتطرد يحصل لها حاجه احنا ممكن نتحبس كلنا يعني، سيبك كمان احنا ما نقبضش ممكن نتحبس، فيعني مش الطف حاجه يعني. فبس فدي كانت معلومه على الكريتيكال تاسكس، يعني دايما يقول لك الكريتيكال تاسكس وهتعملوا ايه في الكريتيكال تاسكس وبتاع. وطبعا من ضمن الحاجات الكريتيكال تاسكس برضو اللايف ليميتد بارتس، اللي هي القطع الغيار اللي ليها عمر يعني، برضو كله زي بعضه يعني. انا بعتبر انه كله زي بعضه. في اي حد عايز يسال اي حاجه تاني؟ انا عندي سؤال بس
اولا انا احمد عاطف، انا عندي سؤال في حته الورك باكج، يعني عايز افهم شويه موضوع الورك باكج. يعني انا كنت في مشروع التخرج بتاعي انا وعبد الرحمن مجدي اللي هو حاضر معانا هنا، كنا اشتغلنا على موضوع الانجينيرنج اوردر، يعني ان احنا بنطلع انجينيرنج اوردر وهكذا. بس انا عايز افهم، يعني انا دلوقتي لما بيجي لي مثلا اير وردرنس دايركتيف بطلع منها انجينيرنج اوردر، البروسيس بعد كده بتمشي ازاي؟ يعني موضوع الورك باكج ده وموضوع اللي هي اللي انا في الاخر اوصل الموضوع لتاسك او جوب كارد، يعني عايز افهم ايوه الفلو شوية بس. ماشي. بص، هو يعني الاي دي لما بيجي الاي دي ده بتبقى دوكيمنت طالعه من الدوله، من سلطه قرار مدني. ما الاول احنا عايزين نتفق ان سلطه قرار مدني، انا مش ملزم مثلا سلطه قرار مدني بتاع كوستاريكا بتقول شحموا جزء معين كل 500 ساعه، انا مش ملزم، انا مالي ومال كوستاريكا. انا من دي انا ملتزم بسلطه قرار مدني بتاعت بلدي وبتاعت صانع الطيارة. الطيارة دي كندي، الطيارة دي أمريكي، الطيارة دي أوروبي، فأنا هلتزم بالإيازا الطيارة دي، وملتزم بالسلطة المدني بتاعت الصانع بتاع كومبوننت. يعني زي ما بقول لك، أنا الطيارة مثلا داش 8 دي طيارة كندي، واحنا اوبريتور مصري، فاحنا ماشيين على المصري والكندي، ولكن الصانع بتاع المروحه والمحرك هو امريكي، فانا ملتزم برضو بالاف اي اي فيما يخص المحرك والمروحه. فمش كل اي دي بينزل انا لازم ابقى افولو يعني. طيب انا لقيت ان في اي دي وبيأفكت الطياره عندي، وسيريال الطياره ولا سيريال الكومبوننتس اللي عندي افكت بالاي دي ده، ابدا ادرس ده هل ليه وقت معين؟ اه ده ليه وقت معين، بيقول لك نفذ لي في خلال كذا. طبعا الاي ديز في منهم مثلا يقول لك هو ابليكابل على الطيارات مثلا ال 320 اللي عمرها اكتر من 10,000، اللي اقل من 10,000 خلاص، فبالتالي ممكن تلاقي نفسك انت جوه، ممكن تلاقي نفسك انت بقى يعني مش بتطبق عليك، فانت لازم تقرا بقى كويس، تشوف هو بيطبق عليك بيطبق على مين بالظبط، لان ممكن تلاقيه اوكي هو ابليكابل على السيريال بتاعك، بس هو بيكلم الطيارات اللي عامله ساعات، مش انت، حد تاني يعني. فدي حاجه. طيب خلاص احنا عرفنا ان ده بيقول لك غير الكومبوننت الفلانيه كل مثلا كذا، كل 1000 ساعه. الاي دي ده بيقول لك غير الكومبوننت الفلانيه او شحم الجزء الفلاني كل 1000 ساعه. خلاص انا هاجي هنا اهو. طيب هل الصانع فيه تاسك موجود في برنامج الصيانه بتاع صنع الطياره بيقول لك شحم الجزء الفلاني كل 1000 ساعه؟ لو فيه خلاص اوكي، انا مثلا هو موجود عند الصانع، بس الصانع بيقول لي كل 5,000 انا هنزل الانترفال بتاعته ل 1000 واكتب على التاسك كده من فوق اي دي. فلما يجي الراجل يشتغل بتاع الصيانه هيلاقي ان مكتوب عليه من فوق ان ده اي دي. انا كده ما عملتش حاجه، لا ده ما فيش اصلا كارت موجود. هفتح الاي ام ام، انا بكلمك ده شغل انجينيرنج، هفتح الاي ام ام اشوف الجزء ده بيتشحم ازاي، واقوم كاتب الكلام ده في تاسك واديله رقم تاسك كارد لوكال، واروح للراجل بتاع برنامج الصيانه، يا راجل يا بتاع برنامج الصيانه دخل لي عندك الكارت ده في برنامج الصيانه بتاعك، ويجي لي افرض مثلا ان الاي دي بيقول لك نفذ في خلال اسبوع، يعني مثلا في خلال اسبوع، مش هيلحق يعتمد برنامج صيانه ولا حتى يعتمد اللي هو النسخه الصفراء اللي هي ممكن تعتمد التمبر ريفيجن. فده هيقوم جاي لي انا بقى في البلاننج بقول لك ايه التاسك ده، انا عايزك تنفذه لي دلوقتي على الطيارات في خلال الاسبوع الجاي. فابدا اشوف الطيارات اللي موجوده وابدا اشوف ايه اللي هرتب الطيارات بالبريورتي ازاي، دي الاول وبعد كده دي وبعد كده دي، على حسب جدول التشغيل وعلى حسب مثلا قدم الطياره. يعني الطياره اللي اخر مره اتشحمت هخليها في الاخر، والطياره اللي لسه متشحمه الطياره اللي لسه متشحمه هخليها في الاخر، والطيارات اللي ما اتشحمتش قبل كده دي هخليها في الاول، وابدا انزل انا التاسك. وبعد كده لما برنامج الصيانه بقى ان شاء الله يعتمد هو هيمشي بعد كده لوحده يعني. بس تمام. الاي دي ده بقى قد يكون مثلا ما بيقولكش نفذ تاسك، ده بيقول لك اعمل لي موديفيكيشن معين، فساعتها ده مش هينزل تاسك، ده هينزل اي او، ده هينزل انجينيرنج اوردر. فالانجينيرنج اوردر ده انا هقوم رايح الاول هشوف الاي دي ده من السلطه الطيران المدني بتاعت الصانع، انا ممكن اروح كونتاكت الصانع مثلا بتاع الطياره واقول له دلوقتي سلطه الطيران المدني بتاعتك بتقول لي ان الجزء اللي اخره مثلا بارت نمبر اللي اخره داش 3 اللي انت مركبه لي على الطياره بتاعتي
لازم اغيره واحط داش 5. المفروض ان البتاع ده يبقى عليك انت، تقعد بقى تنشيت معاه رايح جاي بقى، لا يبقى عليك انت، لا عليك انت، لغايه لما يا اما توصل له اجريمنت يا اما فعلا هو يقول لك اه خلاص اوكي انا عليا الموضوع وانا هبعتها لك في خلال كذا، او توصل يقول لك لا ده ماليش دعوه انت الطياره بتاعتك قديمه وشاريها من 100 سنه والموضوع ده ما يخصنيش، هتضطر تقوم باعت للاي ال اس، الاي ال اس يروح يشتري لي بقى كيت عشان اعمل التعديل ده، وتبدا تكتب بقى الخطوات بتاعت التعديل من المينتنس مانيوال والاي دي لغايه لما تطلع انجينيرنج اوردر. انجينيرنج اوردر بيبقى مكتوب فيه داتا بقى للراجل بتاع بلاننج، يا راجل يا بتاع بلاننج انا عايزك تعمل لي بلاننج بالشكل الفلاني، او مثلا في خلال السنه الجايه على الطيارات كذا وكذا 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 في خلال فتره معينه. انا بقى ابدا اشوف دي الطياره دي هعملها الاول، دي هعملها الجايه، دي في كده كده عندي تشيك كبير موجود اقدر احشر معاه لان هم يفتحوا نفس المنطقه، فاقدر احشر مع نفس الاي او ده يتنفذ بالمره، فدي بتاعتي، دي الجزء بتاع البلاننج. مثلا يروح الراجل بتاع الاي لسه عايزك تشتري الحاجات دي قبل الوقت الفلاني، يروح الراجل بتاع برنامج الصيانه خلي بالك ده هيسمع عندك ان احنا هنلغي السيستم الفلاني لان الداش 3 ده كان ليه تاسك، الداش 5 ده ملوش تاسك، فغير لي برنامج الصيانه. يبعت للراجل بتاع المينتننس خلي بالك ان التعديل ده هيتعمل وفي شويه ريكومنديشنز كده، فقبل حتى ما انا ابعت او قبل ما انا ابعت التاسك ده يتنفذ او الاي او ده يتنفذ للصيانه، يعني هو غالبا بينزل عن طريق البلاننج، يكون الراجل مثلا مدير الصيانه قرا وعارف ان في شويه حاجات كده معينه هو لازم يخلي باله منها وهو شغال. بس ده كده قلنا لو الاي دي هيتطبق ككارت او الاي دي ده هيتطبق كانجينيرنج اوردر. والاي اوز طبعا ساعات بتبقى عباره عن سيرفيس بوليتس. انا خلصت. تمام، شكرا يا شوت. تمام طيب انا عندي سؤال بقى. اتفضل يا باشا. انا اسمي يوسف بيومي الاول. اهلا بيك يا يوسف. سؤالي هو لو مثلا في ظروف تشغيل معينة للطيارة، سواء هي ظروف مثلا مناخية او ظروف تشغيل يعني، فهيبقى في ريستريكشن زيادة في الصيانة، ده بيجي عن طريق الشركة بتاعت الصيانة هي اللي بتحط ريستريكشن، ولا بيجي عن طريق ايديز و شركة الصيانة بتنفذ بس، شركة الصيانة بتنفذ بس. المخ احنا قلنا المخ في الكامو، الكامو هو اللي هيجي دلوقتي، يا اما انا مثلا يا اما الراجل بتاع الانجنييرنج يبدا ياخد باله، خلي بالك الطياره دي هتطلع الفتره الجايه دي هنبيتها كتير جنب ال، وده بيحصل عندنا مثلا لما تلاقي الطيارات مثلا بتبات كتير جنب البحر، المحطات المطارات اللي قريبه من البحر بالذات لما بتكون في وقت فيه هواء جامد المحركات لازم نغسلها اكتر شويه، فتلاقي الراجل بتاع انجينيرنج محركات باعت لي بيقول لي ان عايزك تنزل لي الانترفال بتاع غسيل المحرك بدل ما بنعمله مثلا كل اسبوع او كل 400 ساعه، لا انا عايزك تعمله كل 100 ساعه. او بيجي الراجل بتاع الريلابيلتي بيبدا يلاحظ ان الطياره اللي بتطلع دايما شرق العوينات الران واي بتاعهم مش معمول له، مش متصلح بقاله سنين، فبيبقى عامل زي حتة الإزاز، فأنت دايماً بتغير عجلتين لما بتروح هناك، فتبدأ تشوف بقى أنت ده هتعمل إيه، يعني يبدأ يشوف بقى الراجل بتاع برنامج الصيانة هيعمل إيه، أو يعني في الكيس بتاع شرق العوينات اللي بقول لك عليه دي هتبعت للراجل بتاع الصيانة بقى تقول له اللي يروح شرق العوينات ياخد معاه عجلتين في الكارجو، اللي هيقول له الحتة دي الراجل بتاع الريلابيلتي يقول له واخد باله أكتر من أي حد، أو ممكن أنا يا يعني والله احنا يا جدعان من خبرتي. فالكامو ما فيش حاجه اسمها جزر منعزله في الكامو، هو الكامو كله بيكلم بعضه، يعني كله قاعد بيكلم بعضه وكله بيحاول يفكر مع بعضه، اللي في الغالب بيبدا ياخد باله من حاجه زي تغيير الجو والكلام ده الانجنييرنج او الريلابيلتي او البلاننج، بس هي مينلي يعني بتيجي من ناحيه الكامو مش تيجي من ناحيه الراجل بتاع الصيانه يعني، او مش مطلوبه منه يعني، طبعا وارد في ناس من الصيانه طبعا هو بيبقى باصص نظرة جلوبال وبيبقى واخد باله، بس في الغالب يعني مش تبعه الحتة دي، هو بس مجرد انه ينفذ الجزء بتاع لكن مش الصيانة ده بتيجي من معايا. ناحية السلطة، يعني السلطة ما بتحطش لا ريجوليشنز ممكن معينة السلطة طبعا، وحاجات ده زي ما هي كده في يعني. الاخر السلطة هتنزلك اي دي، ممكن طبعا
ممكن سلطة الطيران المدني تنزل ايه دي، والله يا جدعان احنا الجو عندنا في مصر رملة، فانا الشركات اللي عندها المكن كذا انا بقول لك ايه دي اهو نفذ كذا، او حاجة موجودة في الايجار تشريعات غصب عني هنفذها. فممكن تيجي من السلطة، طبعا دي قصة تانية، ممكن يجي من الصانع يعني، ممكن يجي من اي حد، بس ما يجيش من الراجل بتاع الصيانة بس يعني، لكن اي حد ممكن يعني، ممكن السلطة ايوه طبعا. على الهامش كده يا جماعه، في الشات هتلاقوا اللينك، لينكد ان بروفايل بتاع مهندس احمد، وكمان لينك جروب البلاننج اللي هو عامله، والحال الاثنين يعني طبعا مهندس احمد يعني مش هنتكلم فيه يعني، انتوا واضح انتوا شفتوا بنفسكم يعني، ما شاء الله ربنا يزيده يعني حجم الخبره وحجم التجارب وطبعا هو ده كمان هو بدراسه محترمه، ربنا يكرمه وهناك ويزيده يعني. كلكم وكمان الجروب بتاع البلاننج اللي عامله مهندس احمد هو فعلا جروب قيم جدا يعني، برضو الناس انا فعلا يعني بشجع بقوه الناس تدخل تستفيد من الحاجات اللي موجوده، وطبعا لو حد بيحط اسئله او اي حاجه ده هيلاقي يعني سبورت كويس جدا يعني. يعني بالظبط، انا نفسي تفاعل اكتر من كده، الموضوع ساعات بيبقى محبط قوي، اللي هو انا كان نفسي فعلا اشير داتا وما ما فيش، فطيب خلاص بقى لما ابقى افضى كده بقعد اكتب مثلا موضوع او بتاع، فلو لا حد لا حابب انه يسال في اي حاجه طبعا يعني احب جدا ان انا اساعد، لان يعني مش دايما الواحد بيلاقي حد في السكه يعلمه، بيبقى الموضوع مش يعني الواحد في المعلومات اللي وصل لها غالبا وصل لها حاجات كتير قوي بالهارد واي، طب ما يعني لو اقدر اسهل على حد هعمل كده ان شاء الله يعني. والله يا احمد ان شاء الله يعني انت هت يعني باذن الله يا رب، اتمنى ان ده يكون قريب يعني، تيجي فرصه كده تقابل الناس وتحقق مجموعه ممتازه حق ربنا يعني. شرف ليا احمد عاطف وعبد الرحمن، عبد الرحمن لسه ما قابلتوش يعني، قابلته من شويه يعني وشفت شغلهم لما كانوا بيعرضوا في المشروع، ان شاء الله ينورنا برضو قريب. باذن الله تشوفهم هتفرح يعني بيهم الحياه يعني، هم مجموعه كويسه جدا مبشره يعني. ربنا يخليك. وطبعا زي ما مهندس احمد قال فعلا 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 بالامانه يعني، الكلام مثلا اللي اتقال في احنا ما اعرفش احنا دلوقتي بقى لنا قد ايه، اذا كان اتقال في ساعه مثلا، فالكلام ده فعلا فعلا يعني في ناس لحد دلوقتي ما جمعتوش، انا بقول الكلام ده عن اللي شفته بعيني يعني. فدي فرصه كويسه جدا يعني لكل واحنا كلنا بنتعلم يعني، هو في المجال ما فيش بقى حد اللي هو يعني، ويا ريت كلكم تعرفوا اللي هو الجن ابو عين ازاز اللي عارف كل حاجه، لا ما فيش، واحنا كلنا أسطورة قاعدين أسطورة قدام بايظة، أسطورة بتخرب الدنيا. بالظبط يعني، والاساطير اللي هي الشخصيات الاسطوريه دي اللي هو عارف كل حاجه، ده هو فعلا بيبقى على قده يعني خالص، على قده بيبقى خالص على قده، خالص. بالامباكت بتاعه ما بيبقاش كويس قوي غالبا يعني. بالظبط. مين حد عنده أسئلة؟ طيب احنا يعني بجد والله يعني ربنا شاكرين يخليك، جدا تسلم في جدا مصر جدا، يعني، انا بصفه شخصيه يعني عن ربنا نفسي يعني يخليك انا فعلا استفدت حاجات كتير. يا استاذنا يعني، انا متعلم اصلا الشغلانه دي على ايدك يعني، ربنا فربنا يبارك لك يكرمك يا يا رب، باشا فوق راسي. الله يسعدك يا باشمهندس احمد يعني، الله يكرمك جدا. وطبعا ان شاء الله ده مش اخر، ده احنا لسه بنسخن يعني ان شاء الله رب العالمين. ويعني كتر خيركم جميعا يعني الناس أنا يعني أصلاً أنتوا اللي سهرتكم قاعدين بتسمعوني، بتسمعوا كمية الزن ده يعني حاجة، والله ربنا يخليكم. لا ده احنا هندفعهم، انت مش عارف احنا هنعمل لكم فيه ازاي تدفعوا يعني. ربنا يخليكم ويكرمكم، ويا باشا أشوفكم على خير دايماً، ولو في أي حاجة أقدر أساعد فيها يعني، لو عندي كلمتين عرفتهم دي حاجة تشرفني يعني إن أنا أقولها يعني. بس ربنا ونشوفكم يخليك دايما يا على رب. خير، وبالتوفيق ليكوا يعني، وبالتوفيق، وربنا يخليك يا باشمهندس يعني محمد، دايما اخونا الكبير ودايما كلنا بنتعلم منك يعني. ربنا يبارك لك، كل خير والله. ماشي يا جماعة يعني، شكرا جزيلا للجميع وتصبحوا على خير. تصبح على خير.